مستواك جيد الله يحييك. عاد والله ما ادري في الدراسه احسن وتقديريا ما شاء الله. كم جلست في الدراسه هذه الله يحييك؟ هذا اللي في الرياض، هذا اللي في الرياض يعني ايضا كلها تقريبيه. ايه من عام 65 الى عام 70. خمس سنوات تقريبا يعني. تقريبا خمس سنوات. الله اعلم. ثم تخرجت يعني فيها؟ خلينا نكمل المرحله هذه. اسلم. ايه هذه المرحلة كانت الدراسة فيها يعني بالنسبة لي أنا إيه؟ تقوم على مساعدة المبصرين. إيه؟ المسجد عادة مليان من طلاب العلم يذاكرون، فالكفيف يجي مع كتابه وتعال يا فلان فضلك حفظني كذا. كيف تقرأ الله يحييك أنت؟ طيب يحفظني حفظ حفظ ما في قراءة، تسمع وتحفظ. ايه ما في معناته ما معك كتاب الله يحييك. ما في كتاب ولا قراءة كفيف لكنك تحفظ ما شاء الله كل ما تسمعه. يعني جميل. ايه فاخذت بهذه الطريقة يعني عدد كبير من الكتب، يعني حفظت مثلا زاد المستقنع، حفظت بلوغ المرام ما شاء الله المرام بلوغ المرام، وحفظت مفردات الإمام أحمد. إيه نعم. وكتاب التوحيد اللي هو كتاب محمد بن عبد الوهاب. نعم. وكشف الشبهات. حفظت يعني متون كثيرة في هالفترة هذه. إيه نعم. وإلى جانبها كنت أحضر جلسة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم صباحية هذه بعد الفجر. إيه. لدرس النحو. ما شاء الله. والكتاب المقرر الأجرومية. اي نعم. الأجرومية. والمغرب الفرائض، والكتاب المقرر الرحبية. اي نعم. أما محمد بن إبراهيم فما تشرفت بالحضور عليه للأسف، لأنه مخطى يعني استأثر به كبار طلاب العلم. نعم. ناس أكبر منا وأعلم منا، فهم استأثروا بحلقاته وجلساته يعني. على هذا خمس سنوات ثم تقريبا خمس سنوات تخرجت فيها تقريبا، وما يعد تخرج يعني لكن انهيت الدراسه خرجت نفسي ما شاء الله. بعدها وين رحت الله يحييك؟ شوي الله يعافيك. ايه خلنا اشوف ذاك في هذه الفتره. ايه فتحت دار التوحيد في الطائف ما شاء الله جميل. وكانت في أول الأمر ينقل إليها الطلاب إجباريا. إيه لأن هم يبغونهم يتعلمون. إيه نعم. الملك عبد العزيز حريص على أن يتعلموا وأن يتنوروا، ففتحوا هذه الدار وجلبوا لها كبار العلماء اللي يدرسون وأمنوا فيها المعيشة الجيدة التي لا نعرفها في أي تلك الأيام، يعني أطعمة جيدة منوعة مساكن جيدة. إيه فكان في الأول كانوا يأخذونهم إجبارا بالشرطة وكانوا يفرون منها وينسجون حولها الأقاويل الخيالية أنها يعني مؤذية وأنها لا مو بصعبة كذا، أنها مؤذية وأنها تعد الطلاب للجيش وما أدري إيه. إيه يكونون يعني قصص غير حقيقية، يبنون صورة غير جيدة عنها، ما هي بجيدة للتنفير يعني. إيه نعم للتنفير أهلهم أهل الطلاب بس. إيه لأنه خايفين عليهم. ف يعني بعد ما فتحت هذه بعدة سنوات إيه قالوا خلاص لا تجبروا أحد يروح لها. نعم. اللي يبي يروح يروح، واللي يبي يقعد عندها يقعد. بإرادته. بإرادته. جميل. وأنت يا شيخ؟ كثير من لسه ما بعد. إيه. كثير منهم رجع وترك الدراسة. إيه رجع لأهله. لا هو يرجع لها لكل سنة في الصيف. إيه يعني. لكنها لكن يعني قطع يعني الدراسة. قطع الدراسة هي. وبعد سنة بدأوا يتقدمون يطلبون العودة. ايه بدأوا يرجعون ثانية يعني باختيارهم. ايه نعم شعروا بأن ما فيها شعروا بأن ما فيها شيء وأنها
وأن الحياة فيها أحسن من حياة أهلهم في القرى. أي نعم. حياة فيها أحسن من حياة أهلهم في القرى.